خلال 3 سنوات فقط نجح معالي المستشار تركي آل الشيخ في قيادة نادي ألميرية إلى العودة إلى منافسة العمالقة في الليغا الإسبانية. قصة نجاح مع حمادي قردبو من دبي ومفدنا إلى ألميرية سلام المناصير. معكم صدى الملعب كالعادة في احتفال تأهل نادي ألميرية إلى دوري الدرجة الإسباني بعد غياب ل7 سنوات متتالية. قبل 3 سنوات كان الحديث عن مالك جديد لنادي ألميرية وصفقة استحواذ ب20 مليون يورو، وحينها ومنذ الشهر الأول تم تغيير 13 لاعبا. كان اليوم أشبه بعطلة رسمية في هذه المدينة، الجميع حضر من النساء من كبار السن من الأطفال من الشباب. حلم تركي آل الشيخ بأن يرى ناديه في الليغا اقترب من أن يصبح حقيقة في السنتين الأولى والثانية، وفي الموسمين الأولين استثمر تركي آل الشيخ 40 مليون يورو على التعاقدات، وهو مبلغ فاق ما صرفته عديد أندية الدرجة الأولى، لكن تأجل الحلم إلى السنة الثالثة، وكأن الكرة أرادت أن تؤكد بأنها تصبح علما صحيحا عندما يكون التخطيط صحيحا والعمل جادا والأهداف واضحة. أخيرا جاء، بس وعدنا 3 سنين وجبناه في 3 سنين. قبل 3 سنوات قيل إن 20 مليون يورو المدفوعة تفوق ب7 ملايين القيمة الحقيقية للنادي، واليوم تبلغ قيمة النادي 60 مليون يورو. أما فلسفة النجاح فتعتمد على أناس يحبون الفوز أو على الأقل يكرهون الهزيمة، ففي أغلب الأحيان لا يكون الفرق بين الناجح والفاشل فرقا في القدرات، بل يكون في الشجاعة التي يتحلى بها المرء في الرهان على أفكاره. ومن أنجح رهانات نادي ألميرية التعاقد مع النيجيري عمر صديق ب5 ملايين يورو ليكون ورقة رابحة وهدافا ولتتضاعف قيمته أكثر من 3 مرات.